وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج درس لتعليم وتصحيح تلاوة القرآن الكريم. ورحب بالشباب المشاركين معي في الحلقة، الله يوفقكم إن شاء الله ويفتح عليكم ونسمع قراءات طيبة منكم. أيضا أرحب بالشيخ محمد يحيى طاهر، حياك الله يا شيخ محمد. الله يحييك ويبقيك ورحب بك الشيخ معاذ، أرحب فيك ورحب في الشباب اللي موجودين معانا، والله يفتح عليهم ويجعلهم من حفظة كتابه العاملين به، إنه اللهم جواد كريم. كما أرحب فيكم أخواني المشاهدين والمشاهدات من وراء الشاشة، وأسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. اللهم آمين. جزاك الله خير يا شيخ محمد. شيخ محمد، إذا جينا نتأمل حال النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن الكريم، وعندما وصفته عائشة رضي الله عنها قالت إنه كان قرآنا يمشي على الأرض، وأيضا إذا جئنا نتأمل في سيرته عليه الصلاة والسلام، إذا كان يقرأ القرآن فإذا مر بموضع فيه تعوذ فيه ذكر نار جهنم استعاذ من عذاب النار، وإذا مر بموضع فيه الجنة سأل الله فضله وسأل الله الجنة وما إلى ذلك. فودنا نتكلم عن كيف أن احنا نعيش مع القرآن ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا في هذا الجانب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش مع كتاب الله سبحانه وتعالى، ويدل عليه ما ذكرته يا شيخ معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يأتي بآية رحمة فيسأل الله من فضله، هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوقف عند الآيات، لا يقرأها هكذا مرورا يمر عليها مرور الكرام، لا، كان يتوقف عندها النبي صلى الله عليه وسلم ويفهم ما فيها ثم يسأل الله من فضله ورحمته. وإذا أمر بآيات العذاب فإنه يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من العذاب. فانظر أو تأمل كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، هل تراها كانت سريعة؟ هل تراها كانت من غير تفكير أو سرحان؟ سبحان الله، لا أبدا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعي ما يقرأ تماما، حتى كان يقف على مثل هذه الآيات ويسأل الله فيها من فضله ويستعيذ فيها من عذابه. بل انعكس ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في معاملاته مع الناس، فامتدحته عائشة رضوان الله عليه عندما سئلت كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن. ما معنى كان خلقه القرآن؟ يعني أي شيء يأتي في القرآن من خير ومن فائدة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطبقه على طول، يفعل هذا الشيء مع أصحابه مثلا، تمام، فيه لين في المعاملة، فيه عفو، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا ويعرض عنه، يأتيه عربي ويشده ويجذبه ويقول أعطني من مال الله فهذا ليس من مالك يا محمد، فالصحابة ينتهرون النبي صلى الله عليه وسلم دعوه ويأمر له بالمال، مع أنه قد بان في عنقه صلى الله عليه وسلم أثر الجذبة، لكنه أخذ بالعفو صلى الله عليه وسلم. إذا أتى نهي عن خلق معين كان النبي صلى الله عليه وسلم أول واحد يبتعد عن هذا الخلق السيء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض. وقبل أن تمتدحه عائشة رضوان الله عليها امتدحه ربه سبحانه وتعالى، قال وإنك لعلى خلق عظيم. يعني أنت شوف الوصف، يعني يوم تجي حق واحد تقول له فلان ذو خلق، ايش معناتها؟ معناتها اخلاق عاليه، صح؟ طيب فكيف اذا اضيفت الصفه للخلق؟ يعني الله سبحانه وتعالى لم يكتفي بذكر النبي صلى الله عليه وسلم انه على خلق فقط،
صحيح. وكان يكفي هذا أن يقول وإنك لعلى خلق، فيفهم منه أن أخلاقه عالية، لكن وصف هذا الشيء بالعظم، قال وإنك لعلى خلق عظيم، ليبين عظمة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا أحد من البشر يجابهه في أخلاقه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ومنه تعلم الصحابة رضوان الله عليهم، وعمر كان وقافا عند كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى أنه قد دخل عليه رجل بغلظة وشدة فكلم، فغضب عمر حتى قام عليه فقال له يا أمير المؤمنين أعرض عن هذا فإنه من الجاهلين، والله يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فسكن عمر رضي الله عنه. الله. وفي الحديث في البخاري قال وكان وقافا عند كتاب الله. الله. خلاص يعني سمعوا آية سمعوا إذا ذكروا فإنهم يتذكرون رضوان الله عليهم. رضوان الله تعالى عليهم، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بالفعل هؤلاء الصحابة التزموا بأخلاق القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم امتدحه الله تبارك وتعالى، وشهد له الصحابة أيضا بأخلاقه الحسنة، فنحن أيضا يجب أن نجعل هؤلاء هم قدوتنا ونلتزم بأخلاق القرآن في حياتنا أجمعين. خلونا الحين نشوف قراءنا اللي بيقرون معنا في هذه الحلقة، ونشوف من اللي بيبدأ معنا القراءة. اسمي فهد فيصل الزمان، في مدرسة الإنجليزية الحديثة صف خامس، وساكن في الوكير. هوايتي كرة قدم والرسم وسوني وكرة سلة. بديت أحفظ القرآن يوم كان عمري 6 سنوات، أهلي شجعوني على حفظ القرآن. قراءة القرآن بتفيدني على الدنيا والآخرة. أنا متحمس إني شاركت وإن شاء الله أجيب الأول. حياكم الله مشاهدينا الكرام. اللي راح يقرأ معانا في بداية هذه الحلقة فهد بن فيصل الزمان، حياك الله يا فهد. الله يحييك. شو أخبارك؟ الحمد لله. إن شاء الله جاهز إنك تقرأ معانا في هالمرحلة؟ إن شاء الله بإذن الله. من أي سورة بتقرأ؟ الصف. سورة الصف. يلا استعذ بالله من الشيطان الرجيم، وارفع صوتك عشان أسمعك عدل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. الله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. حسبك وبارك الله فيك يا فهد بن فيصل، الله يعطيك العافية ويكتب أجرك إن شاء الله ويجعلك من حفظة كتابه إنه جواد كريم. القراءة في مجملها طيبة، بس عندي بعض الملاحظات. تنبه حق الغنن بشكل عام، أن تقولوا فلما، كلها كم مقدارها قلنا؟ حركتين، تمام؟ فطول فيها شوي يعني خذ راحتك. طيب، لا تتنفس أثناء القراءة، إذا ضاق النفس وقف على الكلمة ورد مرة ثانية وكمل، تمام؟ بس لا تتنفس أثناء القراءة لأنه يصير في انقطاع، في أشياء ما تنسمع، في أحكام تروح. حلو؟ انزين، إذا وقفنا بارك الله فيك نوقف لازم بالسكون. حلو؟ ما يصير أوقف على الحركات. أي وقف توقفونه، حتى الشباب اللي معنا تلاحظون أن الوقف يكون بالسكون، لأن العرب لا تقف على الحركة. وقال ابن الجزري رحمه الله: وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض الحركة. وقال الشاطبي رحمه الله: والإسكان أصل الوقف. أصل الوقف أن تسكن، فهذا كان دأب العرب، فما ينبغي أن تقف بالحركة. يقول بالحق بالحق بقف كذا. حلو، والله يعطيك العافية ويوفقك إن شاء الله يا أبو فيصل ويفتح عليك. كنت متوتر من البداية، بعدين صار شيء عادي عندي، وإن شاء الله تكون الحكام إن شاء الله يرضون عن مستواي، وإن شاء الله مرة ثانية أدي مستوى أحسن. جزاك الله خير يا شيخ محمد، وجزاك الله خير يا فهد على قراءتك، ما شاء الله قراءة كانت طيبة، ولكن كالعادة لازم تكون عندنا بعض الملاحظات على أساس تطور من موضوع قراءتكم. مشاهدينا الكرام، انتهينا من قراءة فهد، وبإذن الله إن شاء الله ناخذ هذا الفاصل ونرجع لكم. حياكم الله مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل، والحين خلونا نشوف القارئ الثاني في هذه الحلقة. اسمي حماد بن محمد الحمادي، عمري 13 سنة، في مدرسة عبد الله بن علي المسند صف 7، ساكن في الخور. هوايتي الصيد، لأن نطلع البحر ونصيد ونقدر نتاجر من الصيد. سنة بديت أقرأ القرآن وأنا عمري 8 سنين، وأمي وأبي شجعوني إني أسجل برنامج درس. لما أقرأ القرآن أحس بالطمأنينة والسكينة، أمنياتي تتحقق. مشارك في برنامج درس راح تكون منافسة قوية جدا، وإن شاء الله راح أفوز في المنافسة. يا مرحبا ويا مسهلا فيكم مشاهدينا الكرام، اللي بيقرأ معانا في هذه الحلقة حماد الحمادي، حياك الله يا حماد. الله يحييك. شو أخبارك؟ طيب؟ الحمد لله تمام. إن شاء الله جاهز؟ جاهز. هاي ثاني قراءة لك في هذه المرحلة، وأتمنى أنك تنتبه حق أخطائك السابقة. إن شاء الله. من أي سورة بتقرأ إن شاء الله؟ الغاشية. سورة الغاشية، بس أبيك تقرأ بهداوة وارفع صوتك على أساس نسمع قراءتك. يلا استعذ بالله من الشيطان الرجيم وابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت،
وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بارك الله فيك يا حماد الحمادي، يعطيك العافية، والله ينفع بك إن شاء الله ويفتح عليك. القراءة ما شاء الله في مجملها كانت حسنة، نفع الله بك، بس عندي بعض الملاحظات البسيطة إن شاء الله. أغلب أواخر الآيات فيها تاء مربوطة، نوقف عليها بالهاء صح؟ فلازم ألفظ الهاء. الهاء حرف ضعيف بشكل عام، يعتبر أضعف الحروف، فيه كل صفات الضعف، فإذا أنا ما بينته بيطير مني. يعني لما أقول هل أتاك حديث الغاشية، تمام؟ هاي فيها الحين. لما أقول هل أتاك حديث الغاشية، تمام؟ طلع الهاء، أقولها لي هل أتاك حديث الغاشية، أيوة تمام، غاشية تمام، طلع الهاء. نفس الشيء وكمل على الباقي، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، لابد للهاء أن تخرج، تمام. الغنى نحاول تراعيها بشكل عام، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، هذه كلها غنى لابد من مراعاتها في القراءة. طيب وزرابي، الحين الواو بدينا فيها، حاول تطلعها لا تروح بعيد منك، يعني لا تنزل في الصوت وايد حتى أن الواو ما تسمع. وزرابي، الواو ها نشك فيها هل مسموعة ولا، أقولها مرة ثانية وزرابي، أيوة تمام حلو، يعني الفظ الواو عطها حقها على أساس تسمع. سطحت ولا سطحت؟ سطحت بالسين ولا بالصاد؟ بالسين. يلا قولها سطحت، أيوة تمام حلو، أجيبها سين بعدين أفخم الطاء بعدها لأنها جاورت حرف مفخم، الطاء بعدها قوية صح؟ طاء تمام، لكن ما أخلي الطاء تير السين، ما أقول سطحت أجيبها صاد، لا سو طيحت بعدين أفخم الطاء. والله يعطيك العافية، موفق يا أخوي حمد. راح تكون منافسة قوية إن شاء الله، ومع التشجيع راح أفوز في المنافسة إن شاء الله. جزاك الله خير شيخ محمد وحماد، ايضا جزاك الله خير على قراءتك وانتباهك لبعض الاخطاء السابقه، حاولت انك تتلافاها في هذه الحلقه، الله يوفقك ان شاء الله ويفتح عليك. مشاهدينا الكرام، خلونا الحين نكمل بعض اسباب النزول مع الشيخ محمد يحيى. بسم الله الرحمن الرحيم. من اسباب النزول ما ورد في بدايه سوره عبسة، قال الله سبحانه وتعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فمن كان هذا الأعمى؟ هو ابن أمي مكتوم رضي الله عنه وأرضاه. فابن أمي مكتوم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو صناديد قريش وزعماؤهم إلى الإسلام، فكان يقول أترى فيما أقول بأسا؟ فيقول أرى فيما تقول بأسا. وابن مسعود أتاه في هذه الحالة، والنبي صلى الله عليه وسلم مشغول مع قومه يدعوهم إلى الإسلام. فقال بعض العلماء كان ينبغي على ابن أمي مكتوم أن ينتظر حتى يفرغ النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم ينتظر فقام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له استدنني، تمام، والنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه، وفي رواية أنه قال أرشدني يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه وظل يسأل المشركين عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ويدعوهم إلى هذا الدين. فعندما أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله سبحانه وتعالى فيه آية، عبس وتولى. ما معنى العبوس؟ كشف، أيوة، تقطيب الوجه. وتولى أي أعرض عنه بظهره، قيل أن جاءه الأعمى، هذا الرجل اللي هو ابن مكتوم، ما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. فهذه الآيات نزلت في هذا الشأن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرى ابن أمي مكتوم بعده يقول مرحبا بمن عاتبه بربي. وقالت عائشة لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالقرآن أو كان يكتم شيئا من القرآن لكتم هذا، هذا فيها عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، صحيح.
لكن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أن يتصرف في أي شيء، عليه أن يقول ما نزل إليه حرفا، صحيح، لا يغير شيء من موضعه أبدا، وكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى ذكر عبس وتولى بصيغة الغائب، ما وجه الخطاب مباشرة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما قال عبست وتوليت، ها؟ يترأف الله سبحانه وتعالى بالخطاب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عبس وتولى، أن جاءه الأعمى، ولم يوجه الخطاب مباشرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يستنكف من هذا الشيء، يعني عندما كان يرى ابن مكتوم وكذا ما قال له والله كله منك، يعني لو أنت اضطرت أن أنا أخلص مع هاي وأقول لك لا أبدا، مرحبا بمن عاتبني فيه رب، ولا زال يرحب به، بل كان يعطيه الراية في بعض الغزوات، وحمل الراية ثم في القادسية لأنه كان أعمى رضوان الله عليه، يقول خلاص ما بفر أنا ما أشوف من اللي جاي من اللي رايح من أبدا. صحيح. وكان أيضا من مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل ابن أم مكتوم، وكان غالبا هو الذي يؤذن الأذان الأول للفجر ويؤذن في الليل، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم بلالا فأمسكوا فإن ابن أم مكتوم يؤذن بليل، فهذا كانت من مناقبه رضوان الله عليه، فهذا سبب نزول هذه الآيات التي كلنا نحفظها. جزاك الله خير الشيخ محمد. وأيضا إذا جئنا نتأمل أن كان من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تأتيه الرسالة وأن تأتيه البعثة أنه كان يلقب بالصادق الأمين. نعم. فكان من صفاته أنه ذو أمانة، ومثل ما ذكرت هذه أيضا من أمانته صلى الله عليه وسلم أن يخبرنا بجميع ما نزل إليه من وحي حتى لو كان فيه عتاب له. صحيح. فهذا من أمانة النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، عرف بها قبل الإسلام وكذا استمر عليها بعد الإسلام بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، هذا خلق عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى الهجرة لم يكتفي بهذا، يعني هم انظر يعني كانوا يعادون النبي صلى الله عليه وسلم طيلة الدعوة في مكة، ومع ذلك يضعون أماناتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفون أنه لن يضيعها ولن يأكلها. صحيح. ولذا عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج هكذا، أعطى عليا الأمانات. صحيح. وقال وأمره أن يوصلها إلى أهلها. سبحان الله، شوف معنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في أشد الظروف، يعني كانوا الناس يحكون له، يبون يقتلونه، يبون يعني يريدون به أقصى درجات السوء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بما أن تحمل هذه الأمانة فأوصى من يوصل هذه الأمانات إلى أهلها، مع أن الوضع يمكن جداً. لو إحنا نطيح في مثل هذه الأمور بنقول خلاص أنا يمكن. وهم أيضا قد خرجوا يعني بدون أموالهم. صحيح. يعني أغلب الصحابة رضوان الله عليهم تركوا أموالهم وتركوا أهاليهم. صحيح. وخرجوا سبحان الله، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم والله خلني بأخذ مالي شوي ولا كذا بما أنهم منعوني من مالي وكذا وخلي يأخذون من فلوسي اللي في مكة، أبدا، أرجع الأمانات إلى أصحابي. الله يجزاك خير يا شيخ محمد، كلمات جميلة، وبالفعل النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا في جميع هذه الحياة وفي جميع أمور هذه الدنيا والآخرة أيضا. وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، بإذن الله موعدنا يتجدد معكم في حلقة الغد، ابقوا في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون.